أي نصائح تقدمها اليوم لربما المصابين وهم في منازلهم داخل الحجر الصحي لتقوية جهاز المناعة منذ الأيام الأولى لتغطية سكاي نيوز عربية لكوفيد 19 أو لكورونا؟ كنت أكدت على أهمية تحصيل الجهاز المناعي لدى الأصحاء ولاحقا لدى المصابين أيضا. ده صحيح، جهاز المناعة عموما هو دلوقتي هو وسيلة الدفاع اللي عندنا في الحرب اللي ما بين الجسم والفيروس، بما ان ما فيش علاج ناجع جيد وما فيش فاكسين، ما فيش مصل. المناعه عموما لو كان الشخص ما عندوش اي امراض مزمنه، المناعه بتقوى بالرياضه، عدم التدخين، اكل الحاجات الصحيه، الاكل الصحي عموما اللي ما فيهوش دسم، ما فيهوش دهون، الابتعاد عن الاسترس، الضغط العصبي عموما من اكثر الحاجات اللي بتقلل المناعه. لذلك احنا دايما نقول لهم صحيح احنا حاليا كل القنوات وكل الميديا بنتكلم فقط على كورونا، لكن محتاجين نخلي يومنا فيه حاجات ايجابيه على قد ما نقدر، ما يبقاش كل اللي احنا بنسمعه باد نيوز. نبتدي نشوف الجانب الايجابي. احنا بنقعد مع اهلنا دلوقتي فتره اطول، دي جانب ايجابي ما كناش بنعرف نعمله. ابتدى يبقى عندنا وقت نمارس هوايات ما كناش بنعرف نمارسها قبل كده، دي برضو كويسه في تحسين المود والمزاج العام، وهو احسن بوستر، احسن يعني دافع ان نخلي المناعه تتحسن. وعموما النوم الجيد، النوم القليل من اكثر الحاجات اللي بتقلل المناعه. الحاجه الثانيه لو كان الشخص عنده امراض مزمنه، احنا دايما بنتكلم على الكنترول، ان هو يعرف لو حد عنده مريض سكر يكنترول نسبه السكر في الجسم، يحاول يسيطر عليها بادويه، ما يفوتش الدواء. نفس الكلام لو كان مريض ضغط او مريض قلب او اي مرض اخر، وطبعا ده لازم يتابعه مع الطبيب المختص اللي هو بيتابع معاه. طيب دكتور إسلام، يتم الحديث في الآونة الأخيرة على أنه من تعافى من فيروس كورونا يمكن أن يلتقطه مرة أخرى، كيف ينظر الطب إلى ذلك؟ وهل بالفعل كوفيد 19 هو بأشكال مختلفة ويقوم بما يعرف هذا التحول أو الموتيشن؟ في علم الوبائيات كل الفيروسات بتتحور، لذلك مثلا إحنا الشخص ممكن يجيله انفلونزا كل سنه وهو فيروس، وعائله الفيروسات واحده في هذا الموضوع. الانفلونزا على سبيل المثال بتتحور كل سنه، لذلك احنا مصل الانفلونزا بيتغير من كل سنه لسنه، ما ينفعش يبقى نفس المصل يستخدم سنتين. ده بيحصل في كل الفيروسات، الفيروس بيتحور، واحنا شفنا انفلونزا الخنازير والطيور تحورت بس اصبحت اقل وطأة، يعني بقت مش مميته زي الاول، وعاده ده اللي بيحصل في الفيروسات يعني الحمد لله. التحور الحالي اللي احنا شايفينه في ابحاث كتير جدا ان هو تحول لفصيلتين اساسيتين ال واس، والاشد ضرره اللي موجوده في اوروبا وامريكا، والثانيه موجوده في الشرق الاوسط واسيا. لكن حتى الان الابحاث لم تثبت، لان احنا محتاجين يعني وقت طويل، شهور طويله من الابحاث عشان نعرف نتاكد كل سترين شكلها عامل ازاي. طيب دكتور اسلام، اكدت على دور جهاز المناعه. منتجة البرنامج تقول بأن مع هذه الإيجابية التي تتحدث عنها، في حال كنت أنت الطبيب للمصابين فنسبة الشفاء 100%. أي فيتامينات مطلوبة اليوم لتحسين جهاز المناعة وكل الفيتامينات، تحديدا الفيتامين سي مفقود من الأسواق العربية وحتى العالمية؟ فيتامين سي لو ما قدرناش نجيبه من صيدلية أو كدواء ممكن نتجاب من الأكل، يعني معظم الفاكهة فيها فيتامين سي، الجوافة، ممكن البرتقال، كل الحاجات الحمضية. الزنك ممتاز جدا، هو عموما لو حد يقدر بس كل يوم ما ياخد مالتي فيتامين الصبح مهما كان النوع، الزنك مفيد جدا في تقوية المناعة. ولو احنا مش قادرين نحصل على الفيتامينات والمينرالز ما بقاش فيه قلق، لان الناس يعني كل ما بنتكلم على دواء بنتكلم على حاجة لو ما لهوش يحس انه خلاص يعني حياته هتتهدد لو ما لهوش. احنا فضلنا سنين بنعيش من غير ادويه ومالتي فيتامينز والانسان كان بيعيش صحه جيده، محتاجين نرجع بس للاكل النيئ، يعني فاكهه وخضار، حتى اللحمه والفراخ لو بنعملها نعملها جيده الطهي وما فيهاش دسم، الخضار يبقى نص سوا، وهكذا. دي هتغني عن ان احنا لو ما لقيناش فيتامينات او فيتامين سي في الاسواق. أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة دكتور إسلام عنان، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وعلى الطاقة الإيجابية أيضا. بعد الفاصل نتابع مع روبير خريطة انتشار فيروس كورونا بالأرقام حتى اللحظة، والأرقام المرتفعة اليوم في الولايات المتحدة.